هما كانوا هناك او قبل ما يروحوا. الحاجة دي بقى يا معلم هي السبب في كل اللي بيحصل دلوقتي ده، واحتمال تلاقي واحد عايز يطرمخ على الموضوع وعمال ياخدنا في سكك تانية وبياخدنا بالصوت. بس ده كلام خطير قوي يا باشا. مش عارف، بس في حاجة جوايا كده لو قلتلها تصح انا هعرف الحد ده. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده بقى الدبوس اللي هيفرقع البالونه. المقدم ماجد العزازي كان موجود معاهم هناك في الدوره التدريبيه، يعني لما ياخدنا في سكه تانية يبقى هو اكيد عارف حاجه. الله اعلم بقى هو كان متورط في ايه تاني ولانهي درجه. ايه يا ابني؟ معلش، بس الواحد ما بيشوفش الخلقه دي. بدخل هنا بحس اني في معتقل. عاجبك قوي؟ دوس معاها. دوس معاها ايه؟ انت شايف اي فرصه يعني؟ طبعا نخور وراها واكيد هتلاقي حاجه تقدر تستغلها. يعني انا ما قداميش الا الفرصه دي؟ طب افرض ما لقيتش حاجه؟ بقول لك ايه، ما فيش حد نضيف اليومين دول، وبعد كده انا ما قلتش انك تمسك عليها زله لا سمح الله، بس يعني يمكن عندها مشكله كده ولا كده، محتاجه حد يساعدها. انت بقى ادخل لها من الحته دي، انت اولى. بقى واحدة بالجمال ده هيبقى عندها مشكلة مستنية واحد زي يساعدها؟ يا عم دي تلاقي عليها طبيب. اسكت. خلاص يبقى انسى او خد دورك في الطابور. متشكر جدا يا استاذة مشيرة انك تعبتي نفسك وجيت لحد هنا. يا باشا انا كل يوم هنا، ده انتوا اللي مشغليني. يعني مصلحة بقى ان احنا بنعمل تجاوزات عشان نخليكي تشتغلي. لو كنا التزمنا بالقانون وبقاش فيه تجاوزات اكيد زباينك هيقلوا ولا ايه؟ بقولك يا عادل بيه، انا ما عنديش وقت عشان انا كمان ساعتين طالعه على الهوا في برنامج، فمضطره ادخل في التفاصيل وبسرعه. اتفضلي انا تحت امرك. انا عاده ما بتنزلش عن القضيه اللي من النوع ده حتى لو حصل تراضي بين الطرفين، لان انا مؤمنه ان القضيه دي قضيه ضد المجتمع كله ولازم تكمل للاخر. بس نظرا لظروف المتهم المره دي انا هكتفي بتعويض. نعم. متهم؟ مليون جنيه ان شاء الله. افندم بتقولي كام؟ مليون جنيه؟ لو انت فاكرة ان انا لو معايا المبلغ ده كنت جيت اشتغلت هنا من اصله، ولا قعدت مع واحدة زيك؟ واحدة زيي؟ ما تتكلم عادل يا بيه. تمام، بقوا مليون ونص. استاذة مشيرة كده انت مصممة تكملي في القضية، بس عايزاها تبقى جات مننا. شهاب لسه ضابط صغير وما اعتقدش ان معاه مبلغ زي ده ولا حتى نصه. ماشي يا عادل بيه، انا مش هدفعكوا فلوس خالص، بس لازم تعوض موكلي اللي اتعذب بطريقه تانية. ازاي يعني؟ تجيب له كليه سليمه بدل الكليه اللي باظت بسببكم. هو انت لو اتكسر لك ضلع انت او حد من قرايبك هتدفع كام علشان ترجعه سليم تاني؟ افندم فكروا بقى في اللي انا قلته، ولما توصلوا لحل كلموني عشان اسمع اقتراحاتكم. شفت؟ مش قلت لك كده؟ يبقى مفيش حل غير اللي قلته لك. أدمان؟ إيه؟ سؤال صعب؟ سؤال مؤلم. الندم هو أول حاجة بحس بيها أول ما أصحى من النوم، وآخر حاجة بحس بيها قبل ما أدخل أنام. يعني تقدري تقولي كده إن حياتي سلسلة طويلة ومتصلة من الندم. طب قولي ندمان على إيه؟ قولي لي انت عندك وقت قد ايه؟ لا مؤاخذة يا باشا، انا مش عايز ازعج سعادتك والله، بس عيد ميلاد بنت مدام حلا ومش عايز نطفي الشمع على ما سعادتك تتشرف يعني. ماشي انا جاي دلوقتي. ماشي يا باشا. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو فريدة، هابي بيرثداي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا سارة، سنة حلوة يا جميل. هابي بيرثداي تو يو.
قصرت؟ لا معلش اعذريني، ماليش في الحلو. معلش النهارده بس عشان فريدة. كل سنة وهي طيبة. وانت طيب. عن اذنك. اتفضل. أستاذة. أيوة. في واحدة صحفية برا اسمها لبنى عايزة تدخل لحضرتك. واخدة معاد؟ لا بس هي مصممة. مصممة؟ أيوة. خليها تتفضل. أستاذة مشيرة أسفة إني جاية من غير معاد. أهلا وسهلا شرفتيني. بس معلش انا بستاذنك ان احنا نحدد اي يوم تاني نعمل فيه الحوار لاني بجد النهارده مش فاضيه خالص. لا يا استاذه انا مش جايه عشان كده. مش فاهمه. انا عايزه حضرتك تبقي المحاميه بتاعتي. طيب اتفضلي. انا وقعت تحت ايدي موضوع خطير جدا ومش هقدر انشر فيه كلمه واحده الا اذا كنتي معايا من اول خطوه وقلتي لي اعمل ايه بالظبط وانشر ايه وما انشرش ايه. اوكي بس انا محتاجه اعرف ليه اخترتيني انا بالذات. حضرتك محاميه هايله طبعا بس انا مركزه اكتر في القضايا الحقوقيه. قضايا النشر دي مش اختصاصي خالص. انا عارفه بس الموضوع ده بالذات له علاقه بظباط ومنهم ناس اظن ان انت عارفاهم كويس زي الرائد سيف عبد الرحمن مثلا. وبصراحه يعني انا عارفه ان انت ممكن تحميني. ده كده الموضوع مش مجرد استشاره قانونيه. بصراحه لا هو موضوع من الناحيه القانونيه مش هيضرني في حاجه. ايوه يا ساميه ما حدش يدخل عليا لحد ما اخلص مع استاذه لبنى. اوكي هيا بقى احكي لي ايه الموضوع بالظبط. شفت اللي حصل؟ صباح الخير يا باشا. لا ايه اللي حصل؟ شريف عباس اللي شغال مع ناجي الخليلي لقوه مقتول ومرمي في الزباله من يومين. مين دول يا باشا اللي لقوه؟ المباحث لسه قايل لنا من 5 دقايق لما بعتنا لهم طلب بالبحث عنه. مقتول بنفس الطريقه ونفس العلامه وكل حاجه. ايه يا فندم بس مستحيل ناجي يكون قتله لانه شغال معاه. وحتى لو هيقتله لاي خلاف بينهم مش هيقتله بالطريقه دي طبعا. الصياد يا باشا اللي قتله مفيش غيره. صح. خلينا نتاكد من الموضوع ده وننتهي منه تماما. انا عايزك تكلم الرائد سيف ولا اقول لك بلاش. خد وائل وروح له وقول له ان احنا مستنينه هنا النهارده. ان الاوان بقى انه يتكلم ويقول لنا كل اللي يعرفه عن الموضوع ده. الو واضح ان هم لقوا جثه شريف عباس مقتول من يومين. موضوع الصياد ده شكله هيتفتح تاني. هجيبوا سيف عبد الرحمن يستجوبوه. تقلقش اي حاجه هتحصل هنا هتعرفها اول باول. امال انا هنا ليه؟ هو ده العشم سعاده الملك. معتمد عليك ومش عايز ازعل.